الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم الفيديو عبارة عن فيديو حلو شديد. أنا بالنسبة لي حلو شديد، بحب الناس، بحب لمة الناس، بحب الجيران، بحب صحباتي كلهم. ففي الغربة دي عرفت بنات كتار، الحمد لله كل الناس اللي عرفتهم يعني ناس كويسين، كويسين جدا جدا جدا. يعني يمكن ما أتوفق أذكر أساميهم كلهم، لكن بجد بجد الناس اللي عرفتهم كلهم ما شاء الله عليهم، يعني بنات ناس. مها، لمياء، عندي صاحبتي سكينة، عندي جيراني الحلوين دعوية، وعندي مودة، عندي جيراني هنود، وعندي أريج عرفتها برضو كانت جارتي، يعني الله يديهم العافية. وعندي صاحباتي كتار سيدة، كلهم من يعني كل البنات دول معاي في القناة. الفيديو هنا كان عندنا أنا وجيراني، قلنا نتغدى سوا، مودة ودعوية، الله يديهم العافية. فأنا جهزت بشاميل وهم عملوا دجاج. المهم يعني ما بنعمل، يعني ما بنضيف روحنا، ما بنعتبر روحنا ضيوف في بيوت بعض. فحبيت أنا أعمل بشاميل وهم يعملوا دجاج. مودة عملت دجاج رهيب شديد، الله يديها العافية. ودعوية عملت لنا كوكيز حلو جدا، وجهزنا قهوة. بس في الفيديو أول شي حوريكم وصفة البشاميل وبعدين نكمل كلامنا. هنا قلبت دجاج مع بهارات وفلفل أخضر، وكمان نزلت عليه بشوية صلصة وتوم. طبعا البشاميل يعني كلكم بتعرفوا، مرات بلحم مفروم ومرات بدجاج، أنا بحس إنه بصدور الدجاج بيكون أحلى. بعد ما خليت الدجاج يتسبك، جبت هنا معلقتين كبار من الزبدة نزلت عليه، وكمان ممكن تخففيه بشوية زيت. بعدين نزلت عليه بدقيق، أنا استخدمت كوبين من، او زي كوب يعني كوب من الدقيق، بالتقدير اللي هو بيكون كوب من الدقيق، كوب من الدقيق. حمصتهم لما تحسي انه اللون بقى كده على ذهبي، ما يتحمص شديد، بنزل عليه بشوية من بودرة المرقة بتاعت الماجي، وكمان ممكن ماجي عادي. بعدين خطيت عليه شوية فلفل اسود وحطفيه بها حليب. هنا ممكن انت بالمضرب العادي تضربيه مسافة طويلة، حياخد من زمنك مسافة طويلة عشان ما يتكلكع بعد ما تنزل عليه بالحليب. او ممكن تديه بالمضرب، تضربيه بالمضرب بيكون طبعا قوامه حلو شديد. بعد ده في ناس بيزيد، ده انا عشان اكسب زمني ضربته بالمضرب طلع معاي كده. اول ما تضربيه وبيكون خفيف، اول ما تحسي انه هو البشاميل خفيف ما تمشي تزيدي عليه شيء، لانه هو اصلا بيتقل كل ما اخذ مسافة في النار بيتقل. بعد ده في فيديو من فيديوهاتي لما عملت البشاميل، واحدة قالت لي زيدي عليه جبنة سايلة بديه حلو شديد. بتشكره جدا جدا جدا، لأنه بجد كان طعمه حلو شديد. زدت عليه زي 3 معالق من الجبنة. هنا خلاص نزلت في الصحن شوية من البشاميل وشوية من المكرونة، وكمان الصوص بتاع الدجاج، وبعدين البشاميل، وآخر شيء حطيت فيه شوية موزاريلا، بخليه يتحمر من فوق عشان النكهة بتكون حلوة شديد. وبعدها قعدنا نحن اتغدينا وتونسنا. يعني مرات كتير الواحدة بتكون محتاجة، يعني بتحسي روحك محتاجة للناس، محتاجة تغير جو. ففعلا الجيران نعمة والناس الطيبين نعمة. انا صاحباتي دي بحبهم شديد، لمياء ام ياسين، بحب شديد لمياء دي، يعني بالنسبة لي اكتر من اخت، بعزها بما انه نحن ما بنشوف بعض كتير، ممكن شهور ما نشوف بعض، لكن معزتها بتكون موجود في قلبي، بحبها شديد لمياء زي اختي واكتر كمان. مها دي يعني ما عارفه اقول لكم شنو، هم صاحباتي واخواتي وصديقاتي، يعني بحبهم شديد. مها، لمياء، اريج، سيده، دعويه، دعويه دي لها معزه خاصه، موده الظريفه، موده دي ظريفه شديد، بحبها جدا. او كمان عندي جيراني هنود، ناس كده ما شاء الله عليهم تبارك الله، يعني الناس الحلوين بجد نعمه، في نعم كثيرة نحن بننسى نشكر ربنا عليه، وكمان بنشوف للكماليات، يعني وجود ناس طيبين في حياتنا نعمة. وكمان يعني ما عارفة أتكلم كثير عنهم، لكن في بنات كتار يمكن ما ذكرتهم، وكمان دايما البنات اللي بيرفعوا لي بوستاتي في الجروبات، أم محمد، يعني بنات كتار، ما يمكن أنا يعني الرؤى كتار، يعني لو قعدت أذكر أساميهم يمكن ما أكفي. بس اي بنت معاي في جروب دار زايد، اي واحدة بتعلق لي تعليق جميل، اي واحدة في القناة بتكتب لي كومنت ظريف تحفزني، انتم يعني ما بتتخيلوا كومنتاتكم دي. ايوة انا قناتي لسه بدري خالص، لكن كومنتاتكم بتسعدني جدا جدا جدا، ويعني ما بعرف اشكركم قدر شنو، لكن بدعي لكم كتير. اي واحدة تشجعني تحفزني
او تعمل لي اشتراك في القناة. يعني قاعد احبكم شديد، ما بقدر اوصف لكم يعني الحاجة اللي قاعد تعملوها دي بيسعدني. كيف بنات اهلي كلهم، اي واحدة معاي في جروبهم، نورة ونوران، قاعد احبكم كتير. يعني بتمنى ربنا يسعدكم قدر ما بتسعدوني. هنا جهزت حاجات القهوة، ونحن بنحب القهوة شديد طبعا، انا مودد يعني عشاق القهوة زي ما بيقولوا، بنحب القهوة شديد. وماها الله يديها العافية، ما كنا يعني القهوة دي لازم كنا نشربها مع بعض. الجهاز ده بحبه شديد لأنه قاعد أعمل به القهوة دايما، عندي واحد أسود وده، بس بحس إنه ده حلو شديد، يعني أنا قاعد أرتاح له أكتر. بس بتحط القهوة والموية بتخليه في الجهاز، بيكون على اللون الأحمر ده لحد ما القهوة خلاص ياخد نهايته، يعني بديك اللون، بديك اللون الأزرق. والقهوة يعني ما بيجي يتدفق، بديكي يعني كم صوت وبيكون كده بالمنظر ده. وبعد ده جهزنا حاجات قهوتنا وتغدينا، وانا قاعدة اسجل. بنتي قالت لي يا ماما انتي نسيتي صاحبتك رنا. رنا دي صاحبتي واختي، يعني هي اردنية لكن نعمل اخت. بحبكم كتير كتير كتير، انا ما يعني ممتنة لكم جدا. اي واحدة معاي في اليوتيوب، اي واحدة معاي في الفيس، يعني جزاكم الله الف خير، وربنا يسعدكم قدر ما بتسعدوني. يعني بس الفيديو ده امتنان وحب كبير للبنات اللي بعرفهم كلهم، لأي بنت في جروباتي بتسعدني بتعليق أو برفع البوستات أو بأي تعليق إيجابي، يعني جزاكم الله ألف خير. وبشكر كمان سوسن وكمان أختها سارة، بجد يعني جزاكم الله ألف خير. وخلاص دي كان فيديو اليوم.